السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوال طيبة. نهار جديد، فيديو جديد. جيت اليوم نقدم لكم تقلية أو بما تسمى شكامبا كيقولوا لها كازاوا، وكله طريقة في طيابها. نخليكم مع طريقة والمقادير. كتيلا بالنسبه للمقادير، نحتاجو جوج بصلات كبار مشلضين، معلقه صغيره الملحه، معلقه صغيره الكمون، معلقه كبيره البابريكا، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال قزبور حبوب، ومعلقه صغيره ديال خرقوم البلدي والثومه. وما نساوش نص كاس ما بين زيت البلديه وزيت الروميه. كناخذو جوج بصلات ديالنا كبار اللي شلدنا، كنديروهم على التقلية ديالنا، وكنحركوها شوية باش البصلة تكون لينا من التحت، باش ميكونو كنشحروها ما تحرقش لينا، حيت ضروري تشحر هي الاولى عاد كنزيدوها الماء طايب وكنقفلو عليها. كنزيدوها نص كاس ما بين زيت البلدية وزيت الرومية كي كتشوفو معايا، وناخدو لي زيبيس ديالنا وكنبداو بمليحه ومعلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه كبيره ديال البابريكا على ود اللون، كاين اللي كيبغيها صفراء كاين اللي كيبغيها حمراء. وما نساوش معلقه صغيره ديال سكينجبير. ومعلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، ومعلقة كبيرة ديال القزبر حبوب. أساسي وضروري، هو الأساسي في هاد المكونات كاملة كي كتشوفو معايا، وهو اللي خاصنا نكترو منه. ممكن ديرو حتى معلقة ونص كي كتشوفو معايا. وكناخذو الثومه ديالنا، خديت فص كامل كبير، كنشدوها كامله وكنحكوها وكنخليوها تشحر مزيان مزيان مزيان. كي قلت لكم الماء يكون طايب ملي تشحر ونسدو عليها. كي كتشوفوا معايا راه طيب فوق المجمر من العشيه حتى الليل. كي كتشوفوا معايا دابا خليتها كتقلى، من بعد ما طابت ليا هذه هي النتيجه النهائيه. بغيت نقول لكم بالصحه والراحه واخا درتها لكم معطله. ملي كنتي اول مره كتشوف الفيديو ديالي، ما تنساش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.